اهلا وسهلا، شوفوا معلقه السلك برقبتي عشان ما انسى الشاحن. المهم شخباركم؟ شلونكم؟ وحشتوني يا اخي، افصل ظلام. وينك يا نور الايمان؟ اخذت اختي واخوي عشان نروح نصور لكم فلوق. راح نور الايمان مره ثانيه. المهم يا جماعه الخير، رايحين نجرب مشروبات شتويه، فيلا تعالوا معانا. بندر خير حبيبي، شنو فيه؟ نعم اخوي، ما شاء الله نازل وراكب السياره ومره يا حبيبي. شنو فيه؟ سلم سلم. السلام عليكم متابعين. طبعا هذه وظيفته بندر، يمشي ويسلم. قبل فتره صدمني واحد من الجنب وانا سامحته، يعني خليته يمشي لاني كنت مستعجله. فالحين تخيلوا الباب يوم افتح يطلع صوت. المهم وبس والله الحين نزلنا انا وبندر، جالسين ننتظر عنود تنزل عشان نمشي. طبعا اول شيء بنجيب حنان من الدوام لانها مداومه وانا اللي ارجعها، فبشوف اذا بتيجي معنا ولا بترجع للبيت، وبعدها نروح نشتري مشروبات. عنود ركبت ورا، غريبة. هذا مو خربان؟ ها؟ الباب. اي بندر نط من ورا لين هنا. شوف عنود. من بعيد. وانا ماشي شافني اصور في الكاميرا يقول وشو جايبة معك داش كام؟ داش كام اللي يصورون فيه السيارات. وحطيت اضاءة فنتي بيوتي سرقتها من عنود. حطيتها وحطيت عيون، شوفوا هذه عيوني. ولبست النقاب ولبست الطرحه ولبست النقاب بعدين لبست العبايه. تخيل، او ماي جاد، ما نصدق. كيف بس كشوخي؟ صح صح، اصبر عليكم. واضح ان ما كله موسيقى. يا اخي من زمان ما طلعت باليوتيوب، كلكم قولوا اشتقنا العنود. ما اشتقنا العنود. احد يقول اجواءنا اللندنية. ما احيان تلقى بها شواء مهما الظروف تكون حلوة ومرة بكل حال. ابغى حاجة اجلدك بها بس ما ادري ايش. المهم يا جماعة الخير، طبعا الحين وصلنا وين؟ حطة مجاز. وش فيك؟ مزاج مغربي. المهم فنشوف وش عندهم مشروب شتوي نجربه. طبعا ناخذ من كل شيء يعني عشان كل واحد يجرب شيء، يعني فهمتوا؟ ناخذ هوت شوكليت وناخذ ايش بعد؟ سحلب. عندهم سحلب؟ نشوف اذا عندهم سحلب ناخذ هوت شوكليت وسحلب. طالما يمشي. اهلين وعليكم السلام. في محمد عندكم سحلب؟ سحلب يعني. اوكي. وفي هوت شوكليت صح؟ في. خلاص واحد سحلب واحد هوت شوكليت. اوكي. راكب ان شاء الله سوبر ماركت. ركب ايش؟ سوبر ماركت ولا كيف؟ ايوه بس وسط يعني. اوكي. ما في حالة زيادة. اوكي. شكرا. طيب شوفوا يا جماعة الخير. هذا السحلب. مزاج. هذا الهوت شوكليت. هذا الهوت شوكليت. طبعا السعر نوريكم السعر. شوفوا مو باين ولا شيء. السعر 24 ريال، الهوت شوكليت ب 13 والسحلب ب 11. ترى جنبه مره كبيره. شوفوا اي كبير مره، شوفوا قد وجهي. وين وجهي كبير؟ يشبه حق بارنيز. خفيف خفيف، ما في مكسرات يعني زي حق. يلا مين يجرب الهوت شوكليت؟ انا هوت شوكليت. كيف؟ ارفعي كذا، يشبه حق دانكن احس من فوق. يلا امسك جرب. بسم الله. كنت بشكلك يضحك. مية مية. الله حلو. بس خفيف زي خفيف. ايوه انا صراحه يوم ذقت السحلب حق المذاق المغربي، مو مزاج حتى صرت الخبط. المهم
انه صراحه عجبني اكثر شيء، لان تخيلوا كذا مكسرات وقرفه. فالحين انا بروح الفرع حق المذاق، بس ان شاء الله انه نلقى السحلب حقهم، لانه راحت فرعين ومخلص. ايه تخيلوا، رحت ذاك اليوم رحت فرعين ومخلص، بعدين في الفرع الثالث لقيته. اهم شيء بندر. انت ما يعجبك اصلا السحلب؟ وشو؟ ويش بودا؟ بندر اصلا ما يحب السحلب، ما ادري ايش جوه ذا يا اخي. حتى ذيك المره احنا كلنا خذينا سحلب اللي هو ماخذ هوت شوكليت. هوت شوكليت، هوت شوكليت، الشوكليت خلاص يا ابوي، غير غير شوي. لا تخيل حتى بالصيف، يعني الناس ياخذون بالشتاء، هو حتى بالصيف، هو ما يقصر. كل الاوقات ياخذ هوت شوكليت. حبيبي شنو فيه؟ ذا سوي حركه كذا، وديه على جبهتك، اول ما تسوق في جبهتك تروحين اذا بديت تصير. يلا يلا نروح. حركات التيك توك. الله يا جماعة شوفوا، ما في شمس، في كذا شمس ومغطى بالكامل. السلام عليكم. في سحلب؟ ها؟ خلاص عطيني. في عدني كرك؟ عدني بس. أيوة أيوة. كم؟ عطيني واحد بس حجم وسط. أوكي؟ ساكر لي على 10 ريال. خلاص جيب واحد. شكر. سكر وسط. طلع ما في السحلب، فاتكم والله. أحلى سحلب عند المذاق المضربي. يعني عسان حنا جينا عشان أنتم موجودين، ما في أنتم موجودين أحسن والله. المهم يا جماعة، إذا رحتوا المذاق ولقيتوا سحلب عندهم خذوه، أحنا ما لقينا عاد، بس أنا قد ذقته قبل صراحة. بس أنا ذقته ترى المذاق. أيوة يوم جبت ذيك المرة حميته وشربته. إيه صح، يوم رجعت كان باقي شوي وعنود ذاقته. طبعا هو يقول لها ما في يعني مخلص، وجهر يقول ايش هذا ابيض هنا. تخيلوا في عندهم من ورا القزاز زي جاك كذا اللي يصبون منه لون ابيض، وانا شفته قلت اوه في سحلب لون ابيض. ومصلى اقول هو يناظر فيه، خلص على امي فاضيه اللي كان، ما في لا مو رايق في سحلب، ما في ليش بقى ما في. يلا شوفوا هذا العدني حقهم، يعتبر مشروب شتوي يعني. امبي ايش سويت انا؟ مو يعتبر المشروب. بسم الله. هي وجهي طلع صح؟ ايوه. حار. والله حلو طعم الهيل فيه واضح. امسك تبي تجرب؟ ايوه. ايوه ها يقول لي لازم. حلو طعم قرفه. لا مو بقرفه، وين ها طعم هيل؟ هيل ناقص سكر، ناقص سكر. انا كذا ابغى سكر وسط، ما احب انه يكون حار. بندر يسوي ترى كرك بالبيت، تخيلوا اوف والله. يحكي يجيب السكر كذا كيلو سكر يحط. يو انا وعند مطقمين بني، شوفوا. ايوه ماتشي ماتشي خاتشي باش. ها حلو. اي والله حلو عجبني. يلا الحين بنروح الوجهة الثالثة. يلا ابي الحق قبل تروح الشمس. ما فوقت ما فوقت. يلا يلا نسوي حركة بندر، يلا نروح. السلام عليكم. لو سمحت محمد، في فرنش فانيلا؟ الله ذا فرنش فانيلا؟ لا اثنين 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 وسط كبير؟ وسط وسط. ما في فلوس؟ لا واحد مع اسبريسو واحد بدون. اوكي. بس حالة خلي وسط. اوكي ما في يعني. بس 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 شكرا. لا ويقول لي ثلاثة، وايش ثلاثة يا ابوي جيب اثنين. احنا نشرب نفس الكوب عادي مو مشكلة. ترى يسمعنا. هو يسمعنا؟ يسمعنا عاد ما يفهم. الحمد لله انه مو بسعودي ولا كان كبينا العفش. يلا يا جماعة الخير، هذول يفحطون عندنا. كيف عرفت اننا ساكنين بالسويدي؟ طول الفلوق وعنود ترقص. شوفوا يا جماعة، قلت له وسط جاب لي كبير. حبيبي شنو في؟ طبعا هذا مع اسبريسو وهذا يعني في اكبر من كذا. او ماي جاد شوفوا شكل لونه ابيض. بسم الله. واو ما كنا ندري ان لونه ابيض. احس ما في اسبريسو. هذا اللي في اسبريسو.
الصبيان وانا جالسه وانا قاعده اقول لهم هذا في سبريس خلاص خذي اللي بدون سبريس. شوفوا اللي في سبريس صاير شويه غامق كذا شويه مو مره شويه بس ان اللي بدون سبريس احلى ريحه اللي مع سبريس صاير كاني اشرب نسكافيه بالضبط. بندر اي مشروب ريحته قرفه بس احاول استطعم الفرنش فانيلا باللي مع اسبريسو بس ما في فايده مره نسكافيه يعني اللي بدون اسبريسو فيه الفرنش فانيلا برنش امسك ذوق ولا تبي بدون القهوه ذوق اللي بالقهوه يلا ذوق اللي بالقهوه اصلا قهوه مره خفيفه ما في طعم قهوه كاني اشرب نسكافيه شفتوا نسكافيه الاظرف اللي ثلاثة في واحد هذاك نفس طعمه بالضبط ايوه من جد مو حلو صح حتى انا ما عجبني صراحه اذا بتطلبون فرنش فانيلا من تيم ايش اسمه تيم هورتنز اذا بتطلبون من عندهم اطلبوا اللي بدون اسبريسو اي دونت لايك ات انا اشوف اللي ما عجبكم خلنا اشوف خلنا اذوق يا مخ مو اشوف وش تشوفين خلنا اسمع الو بدون مرة حلو اللي بدون اسبريسو يامي يامي امسك دوك كأنه نسكافيه هذاك الأظرف ايوه من جد اعطيه اللي مع اسبريسو 0/10 هذه ما عنده صفر على طول صفر بس اللي مع اسبريسو اللي بدون اسبريسو صراحة حلو يعني 9/10 مو واو بس حلو يعني شايب نجي الحين عنوان القهوة وشوفوا شكلها سبانيش لاتيه هوت شوكليت ماتشا لاتيه سنابش عاش ايوه السلام عليكم دقيقة اوكي لا تقتل المتعة يا مسلم يلا عادي مشكلة شوفوا مشروبات الشتاء هوت شوكليت وكوكليت لاتيه وسبانيش وماتشا لاتيه احنا اخذنا ماتشا او لسه بناخذ ماتشا وحناني قد ذقت الماتشا المعدة حبشني اعطيني واحد ماتشا لاتيه صغير ولا كبير؟ لا صغير حار ولا بارد؟ حار ايوه ناخذ حار ولا بارد؟ لا معليش بارد وواحد حناني بس شكرا مشكلة جايين نقول جايين نقيم مشروبات شتوية فجأة بارد حبيبي شوفوا لونه اخضر عندنا ماتشا لاتيه من عنوان القهوة اسمها بالانجليزي كوفي ادري والله حار يلا بسم الله ترى اول مرة استغفر الله مو باول مرة اذوق الماتشا ذاقة الماتشا كان هذا بدون فانيلا صح؟ في ذاقتها مع فانيلا ما في طعم هذا اللي يجي مع كورة طعم حليب طعم حليب الحمد لله الذي احياني بعد ما مات ايش حنا هو طعم حنا طيب شوفوا الحناني احس الحناني حلو بس عجبني ليش ما عجبكم شوف بندر بس اتوقع من ناس للناس ممكن في ناس يعجبهم في ناس لا اي في ناس يعجبهم في ناس لا زي انا وحنان عجبنا يعني بس مين بحناني حلو الحناني حقهم بس مو بحالي يعني حلازن دقيقة سالب عشرة باقي الهوت شوكليت حق دانكن المعدة صارت مشروبة الحين حنا أصلا كل شتاء هوت شوكليت دانكن حلبنا هم طلبنا هوت شوكليت وأخذنا حق دانكن الهوت شوكليت طبعا هذا سنين واحنا نشربه يحتاج نقيم يعني لذيذه فوق التقييم بس قسم بالله مو بس حرق لنا اياه اللي بعده ليه هذا اللي شو اسمه حق الحليب البتشر حاط فيه الهوت شوكليت ومشغله ومخليه مبارك والله حر يا حر قاعد يغلي واحنا كل سنه هوت شوكليت دانكن هوت شوكليت دانكن وبعد ترى قريب من بيتنا يعني كل ما زين جلسه رحنا له ماشي عادي ما يوقفنا شيء
يامي يامي مسك. الله بخليه يضرب. احط الغطا يلا عشان نصور الصوره. تعرب كذا خلصنا الفلوج، ان شاء الله يكون عجبكم و سووا لايكات وحركات وبركات وكومنت وشيرت بس اسبريسو. ايش؟ مش بكرايب. كل واحد يهبد من راسه اي كلمه. بيقول لكم نكته. وش النكته؟ ابو سعيد يقول يا اخوان مره في واحد رايح بيشتري ساعه لقاها غاليه شهر 5 دقائق. يعني هو تفشل من النكته ونزل. في نكته ثانيه قالها ابو سعيد، في واحد اسمه فادي كبر صار مشغول. لا بعدين يقول فادي مش فاضي مشغول. الطياره جمعها طيور جمع. حلوة. اوه ماي جاد، قسم بالله. برافو. اي لايك ات. يا جماعة مع السلامة. سينارا.